السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات فورميني بالدارجة ومع مجزوءة جديدة. اللي كان أول مرة كيشوف الفيديوهات ديالنا كندعوه للاشتراك باش يوصلوا كل جديد، ما ينساش يفعل الإشعارات. ندوزوا للمجزوءة وهي مجزوءة المعرفة، وهذا الدرس سيكون مقدمة للمجزوءة. منذ قرون سعى العلم إلى إنتاج معرفة دقيقة ومنظمة تجريبية ورياضية، سواء تعلق الأمر بموضوعات العالم الطبيعي الفيزيائي أو بالعالم الإنساني ذاته. يعني مدة والعالم كيحاول يلقى واحد المعرفة مضبوطة يحصر بها هذا العالم الطبيعي ويحلل بها هذا الواقع اللي كيعيش فيه. لا سواء الانتوراج يعني العالم الطبيعي والجيولوجيا والفيزياء وهذا، ولا العالم الإنساني والعلم النفس والسوسيولوجيا. لكن يظل الإنسان يفكر دائما في حقيقة ما توصل إليه من معارف ونظريات وتقنيات. فاللجوء المعرفة إلى العقلانية العلمية وإلى إبراز دور العقل والتجربة في بناء العلم لا يعني إقصاء الخيال والتأويل في هذه المعرفة بذاتها. وهنا بدأ كيظهر واحد بحال نقولوا تيارين، وهو العقلانية العلمية والمبدأ ديال التأويل وإدخال ما هو غير مضبوط أو غير حسابي في التحليل العلمي. فاللجوء المعرفة العقلانية ما معناش أنهم قصوا هذا الخيال والتأويل وهذا الجانب غير ملموس ولا الإيماتيريال، يعني غير انتونجيبل، ما كنقيسوش بيدنا أو ما كنقدروش نحصروه في ديك زيكواسيون في معادلات، حتى هو داخل في التحليل العلمي. فهمش الأسئلة اللي كيطرحوا في هذه المجزوءة. فكيف يبني الإنسان معرفته بالواقع وبذاته؟ ما العلاقة بين مفاهيم العقل ومعطيات التجربة في بناء هذه المعرفة؟ وهل غاية المعرفة العلمية هي بلوغ الحقيقة؟ وما دلالة الحقيقة؟ هذه أسئلة وأسئلة أخرى نحاول نجاوب عليها خلال هذه المجزوءة عن طريق ثلاثة المحاور. أولا النظرية والتجربة، ثانيا العلوم الإنسانية، ثالثا والمحور الأخير وهو الحقيقة. في محور النظرية والتجربة هيكون عندنا وقفة مع فقرة ديال التجربة والتجريب، وهي فقرة العقلانية العلمية، وفقرة أخيرة وهي معايير علمية النظريات العلمية. هاد الفقرات كلهم غندخلوا بالتفصيل إن شاء الله في فيديوهات القادمة في لي ديتاي ديالو. في الفقرة الثانية أو المحور الثاني ومحور العلوم الإنسانية غنشوفوا موضع الظاهرة الإنسانية، التفسير والفهم في العلوم الإنسانية، وأخيرا نموذجية العلوم التجريبية. وفي آخر محور وهو محور الحقيقة نشوف الرأي والحقيقة، فقرة معايير الحقيقة، والفقرة الأخيرة وهي الحقيقة بوصفها قيمة. دابا ندوزو للمفاهيم الأساسية اللي غنستعملوها في هذه المجزوءة، نحاولوا نعطيو التفسير الفلسفي ليها. أولا الاستنباط، وهي عملية ذهنية يستخلص العقل بواسطتها ضرورة قضية جزئية من قضايا عامة سابقة على أساس قواعد منطقية، ويقابله الاستقراء الذي هو انتقال من الجزئي إلى الكلي العام. يعني الاستنباط كيكون عندنا واحد القاعدة عامة كنحاولوا ناخذ منها واحد نسقطوها على واحد الحالة خاصة، كنستنبطوا الحكم مثلا ديال شي حاجة من قاعدة عامة. التجربة، يستعمل اللفظ عادة للتعبير عن مجموع التعلمات التي يكتسبها الفرد من الحياة، لكن يستعمل أيضا للدلالة على ما تقدمه الحواس من معطيات حسية خارجية. أما الاستعمال الدقيق به فيتم في المجال العلمي، حيث يدل على اللحظة المنهجية التي يتم فيها اختبار الفروض. يعني التجربة بحال يعني كصيغة عامة احنا كنعرفوا كل واحد بحال ديك الحاجة اللي الحواس ديالك كتجرب الحاجة بالحواس ديالك كيوصلك كتوصل كنقول دير التجربة، أو كتخذ واحد الشيء جديد كتاخذ منه تجربة كتكتسبها. ولكن في الميدان العلمي هي ملي كنشدوا واحد الفرضية في ديك اللحظة اللي كنخضعوها بحال نحاولوا نطبقوها ولا نختبروها، هي هذيك ما تدعى بالتجربة في الميدان العلمي. التفسير، الفعل الذي بواسطته يسعى الفكر إلى ضبط قواعد وقوانين اشتغال مجموعة من الظواهر، كتفسير حركة النجوم مثلا. كنحاول نعطي واحد التفسير يعني راه حاجة مفروغ من منطقي، الفكر كيحاول يعطي واحد القاعدة، كيخرج قاعدة من واحد الحدث أو واحد الشيء معين. الذات، الفكر باعتباره قدرة على بناء معرفة في مقابل موضوع
المعرفة. يعني الذات هنا كنلاحظوا بأن المفاهيم الفلسفية تختلف من مجزوءة إلى أخرى، من كونتكست لآخر. يعني الذات هنا كنهضروا على الفكر باعتباره واحد عنده واحد القدرة باش يبني المعرفة في مقابل موضوع المعرفة. الرأي يدل اللفظ فلسفيا على معرفة عامة غير مبنية وأقل درجة من المعرفة العلمية الفلسفية، وبذلك فالرأي شكل من أشكال الاعتقاد الذي يغلب عليه الظن، حكم لا يقوم على أسس عقلية واضحة، وإنما هو حكم خاضع لنسق من القيم السائدة. الرأي هو الرأي كما كنعرفوه كاملين، يعني كيكون نسبي وكيكون مبني على ما هو ذاتي ماشي موضوعي، وكيكون أقل درجة علمية من الفلسفة. وللأسف للأسف يروج هذه الأيام بزاف الآراء عباد الله كأنها حقائق علمية، وهذا شيء خطير صراحة. فمزيان إنسان يفرز ما بين الرأي اللي هو مبني على يعني واحد الشك واحد الظن، والحقيقة العلمية اللي كتختبر وكتكون مطلقة مش نسبية. العقل ملكة الحكم والتمييز بين الصحيح والخاطئ، بين الخير والشر، وقد يقصد به المبدأ العام الذي يضفي الوحدة والنظام على كل المعارف والمعطيات الحسية. يعني العقل هو العقل اللي أنا اللي كنقدروا نفرزوا به بين الحاجة مزيانة ومزيانة، هذه واضحة. ويطلق كذلك على واحد بحال واحد المنظومة ولا شي حاجة اللي كتوحد وتعطي واحد النظام لواحد المعارف، وكانت بحال كيولي عند ديك المعارف ولا ديك المجموعة المعطيات عندها واحد بحال واحد العقل تقريبيا. يعني العقلانية صفة للمذهب أو الاتجاه الذي يعطي الأولوية للعقل في المعرفة وتفسير الظواهر وبلوغ الحقيقة، أو يعتبر العقل وحده مصدر المعرفة الحقيقية. يعني العقلانية هو المنهج اللي يعتبر العقل هو الوسيلة الوحيدة باش نعرف المعرفة أو لنوصل المعرفة، ودونه لا يمكن، إذن فهو المصدر الوحيد للحقيقة. هذا هو المنهج العقلاني. فهم نشاط فكري، وهو النشاط الفكري الذي يدرك الإنسان بواسطته الظواهر ويربط بين الفعل والنتائج قصد إضفاء الدلالات والمعاني على الظواهر. فهم يعني كان نقوله فهمت واحد الحاجة، يعني عرفت نربط ما بين الفعل ورد الفعل، ما بين شنو الدلالة والمعاني من واحد الحاجة معينة. معرفة هي نشاط فكري ونظري الذي يسعى الإنسان من ورائه إلى الوعي بذاته وبمعطيات العالم الخارجي. يعني المعرفة هي واحد النشاط اللي كنحاول نعرف به ذاتي ونعرف الحاجة اللي كتدور حولي، كنقولوا هذه المعرفة. منهج يقصد به مجموع العمليات والخطوات والإجراءات التي يمكن بواسطتها بلوغ هدف محدد في مجال معين كالفيزياء مثلا. يعني المنهج هو واحد طريقة عمل أو لا واحد تراتبية في الأفكار ولا في لي زارغومون في الأدلة وفي البراهين. هذه الخطوات ولا الإجراءات ولا هذه التراتبية هو واحد المنهج معين، منهج علمي، منهج تحليلي، منهج استنباطي، واحد طريقة ديال العمل في التعاطي مع المعرفة. موضوع ما هو مفكر فيه وخاضع لنشاط الذات العارفة، أو ما تضعه الذات وتتخذه مادة للمعرفة والتفكير. موضوع واحد الحاجة كنحاولوا نحلوها ونناقشوها ونتعاملوا معها تعامل يعني ديال علمي، هذا يعتبر موضوع. مثلا فأر التجربة يعتبر موضوع، ظاهرة الغش مثلا تعتبر موضوع بحد ذاته. أي هذا كنتعاملوا معه كموضوع وكنحاولوا نحلو، هذا هو الموضوع. والموضوعية إنها خاصية ما هو مجرد بشكل مستقل عن الذات في مقابل ما هو ذاتي، كما أن اللفظ يدل على ما هو متطابق مع واقع ما، ويشكل أساسا مشترك بين جميع الناس. موضوعية أو لكن نقوله إنسان موضوعي، يعني كيف صل الذات ديالو على الموضوع، يعني كيبقى ملتزم بالموضوع بالحقيقة العلمية بأشياء اللي هي ما نبعش على الرأي ديالو للذات ديالو ما كتدخلش فيها، هذا هو الموضوعية. وكيدل أصلا أيضا على شيء حاجة اللي كتكون مطابقة للواقع، كنقوله هذا شيء موضوعي يعني مطابق للواقع. جوج أشياء، فصل الذات ومطابقة الوضع، هذا الواقع، مطابقة مع الواقع، هذا الموضوعية. نظرية يقصد عادة باللفظ كل ما هو تأملي معزول عن الواقع ويناقض الممارسة والتجربة، لكن اللفظ يدل بشكل أدق على مجموع الأطروحات والقوانين التي تؤسس نسقا متكاملا في مجال معين. يعني نظرية
دائما كنقولوا شحال في هذه الفلسفه النظري حيت كنحسوا بان كانها بعيده على الواقع ولا كل ما هو ملموس ومجرب. فهذا هو النظريه في واحد الشق. كاين شق اخر هو واحد بحال واحد المنظومه واحد المنظومه الافكار والقوانين اللي كتاثر واحد المجال معين. هذه كنقولوا النظريه، نظريه داروين، نظريه اللي كتكون كتشرح واحد الدائره وكتكون واحد المجموعه ديال الافكار وديال القوانين تقدر تشكل نظريه في حد ذاتها. يقين حالة الفكر أو العقل الذي يتبنى بشكل محكم وصارم كل ما توصل إليه من حقائق. يعني ملي كيولي العقل والفكر يعني وصل لواحد الحقائق وأحكم عليها الإغلاق، فهمتي، كيولي عندك يقينيات. للأسف الشديد المجتمع دابا عنده شي يقينيات ما أنزل الله بها من سلطان، يعني أحكم عليها الإغلاق ما تعرفش تفتح عقله باش تجبدها له. هذه هي اليقين، يعني صافي غير قابل للنقاش، هذا امر يقين كانني اراه رؤيا العين، وخا العين بعض الحين كتخدع. كنتمنى ان هذه المقدمه وهذه المصطلحات يعاونونا شويه في الفهم ديال المجزوءه، وكنتمنى اسمحوا لي كان بدر مني شي غلط ولا سهو. وما تنساوش لايك وسبسكرايب وشي كومونتير سواء ايجابي ولا سلبي. مرحبا بكم وساعه سعيده الى الفيديو القادم.